برافو ماما، خليك عم بتأجل الموضوع وضيعه، ضيعه لهالموضوع. شو يعني مرتك تترك البيت؟ شو يعني؟ ما تركت البيت، راحت عند خالتها. لا تكون مفكرني بنت صغيره واقفه قدامك وعم تضحك علي يا ماما. انا كم مره سكتت وغضيت النظر ورجعت اعتبرتها وحده من العيله، بس هي بعد لهلا عم تتدلل انه يعني بتترك البيت اذا انت عم تهتم بابنك، واذا انت ما تركت ابنك ورجعت لعندها تتطلق. طلق شو امي؟ راحت عند خالتك كرمال ترتاح، وبعدين من حقها تعصب. خليك يعني انت عم تعطيها الحق وحمل حالك انت الذنب ماما. برافو. وهي هيك صرت تتدلل اكتر واكتر، بدل ما تعلمها اللي بنسبنا نحنا، هي عم بتعلمك اللي بنسبها. شو يعني؟ شو يعني ماما؟ انا بفهم انه كل ما تضايقت مرتك رح تفل وانت رح تضلك تلحقها. أسلوبك القاسي فادك كتير بزواجك، ما هيك؟ عم نتحمل نتائجه لهلأ. تركيني أعيش حياتي مثل ما بدي. عارف ليش هيك الكل اليوم عم يتطلع فيه بهالطريقة؟ لا أنا بس عم بتطلع فيك لأنك معصب. قدرت تروح امبارح؟ اتصلتي وتأكدتي؟ ها؟ عم بعطي مصاري لحدا يحكي معي حكي فاضي، معقول روحن علي؟ شو صار؟ أنا هي علقت على أمي. ليه أنا علقت على أمك آدم؟ سارة بلا ما نحكي بهذا الموضوع، لو سمحتي. خلينا اليوم نروح نشوف ماما. عبدي اتركها لحالها اليوم أول ليلة لإلها. طبعاً إذا ما بتنزعجي، إذا ما بتنزعجي وبتعمليني واحد مدمن متعلق بأمه. ليك أنت هلأ معصب، أوكي؟ عبالك تحكي، عبالك تفضفض. فيني اشرب شاي بدون ما احكي؟ فيني اشرب شاي وامشي؟